من منتصف الشهر الماضي لغاية الآن، زيادة ملحوظة في نسبة إشغال أسرة الأجنحة والعناية المركزة في مستشفى جابر. وصلت الأعداد حالياً إلى 470 حالة تتلقى الرعاية الصحية موزعين على 22 جناح وستة أجنحة للعناية المركزة. من نص شهر 9 إلى الآن لاحظنا في زيادة في الأعداد وزيادة في عدد دخول المرضى. كان عادة عندنا الدخول يتراوح بين 25 حالة إلى 30 حالة باليوم. الحين من نص شهر 9 ارتفعوا الحالات من 50 إلى 70 حالة باليوم دخول، وهذا يعتبر عدد كبير على أساس معظم المرضى اللي قاعد يدشون الحين هم المرضى اللي عندهم أعراض. قبل نص 9 كان عندنا بحدود 350-360 مريض، على الأسبوع اللي طاف ارتفعنا ل 540 مريض، الحين عندنا تقريبا 470 مريض. مستشفى جابر يستقبل حالات مرضية تعاني من أعراض شديدة محولين من المستشفيات العامة ومن مختلف الشرائح العمرية. العناية المركزة كان عندنا بحدود تقريبا 60 مريض، هذا لنص شهر 9. الحين اللي عندنا بالعناية المركزة بمستشفى جابر غير المستشفيات الثانية 89 مريض، ففي زيادة يعني بالعدد هذا. ومعظم المرضى الموجودين وايد تعبانين مقارنة بقبل. المرضى القعديون الحين معظمهم عوائل، معظمهم كبار السن اللي هم تعابة، بس اللي قاعد نشوفه حاليا حتى صغار بعمر 38-40 سنة. الأعمار اختلفت، إيه نعم، قمنا نشوف صغار بالسن أيضا. قبل يمكن الصغار بالسن أغلبهم ما كنا نشوفهم هني، ولكن بالشهر الفات تقريبا كثير من، أنا قاعد أتكلم من ناحية الجهاز التنفسي، شفت مرضى في أعمار صغيرة مثل ما ذكرت بالسابق من 30 سنة، عندهم التهاب رئة شديد، عندهم السدة الرئوية الحادة شديدة، وفي بعضهم احتاجوا عناية مركزة. كما يقوم الفريق بمتابعة الحالات الحرجة التي تعاني من التهاب رئوي وانسداد رئوي حاد ونقص في الأكسجين نتيجة الإصابة بالفيروس. اللي عندهم طبعا ضيق بالتنفس او نزول في الاكسجين بالدم، طبعا دائما هذول المرضى ندخلهم. اللي عندهم طبعا حراره موجوده اكثر من الاربع ايام وما تنزل حتى مع اخذ البنادول، هني هذول ندخلهم. او اللي عندهم امراض مزمنه وخطوره في انهم نخليهم مثلا في البيت وعندهم بدايه التهاب بالرئه ايضا. بواسل يعملون على مدار الساعة دون كلل أو ملل، يعملون بصمت وسط المعركة لأكثر من 8 أشهر، معرضين أنفسهم للخطر في سبيل الحفاظ على صحتنا وسلامتنا. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.